السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة محمد أمين الهاشمي. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم واحد لو سيت ويب اللي غادي ينفعكم بزاف بالنسبه للدراري اللي تيقراو، خاصه في الشعب التقنيه وحتى الناس لي بروفيسيونيل اللي خدامين في الدومين. هذا السيت غادي يمكنكم باش تشارجيو اي نوع من لي موديل ديال اي اكستنسيون كاتيا سوليد ووركس، اي حاجه تقدر تشارجيوها من هذا السيت هذا واللي هو اوفيسيال وديال داسور سيستم. باش ما نضيعكمش الوقت بزاف غنمشيو لعند فايرفوكس وغادي نطابيو www.3dcontentcentral.com. هذا هو السيت، هذا السيت اوفيسيال ديال 3ds.com. من بعد الطريقه باش تقدروا تشارجوا منه سهله. اول حاجه هي خصكم تكريو كونت. باش تكريو كونت ما كيحتاجش بزاف ديال الانفورماسيون غير ليميل ديالكم و المود باس. كتعاود ليميل، كتعاود ليميل هنا، مود باس، كتعاود المود باس. المهم انا هادشي ديجا درتو وعندي معاهم كونت، دونك غندخل نيشان. هو ما كيحتاجش يعني شي ايميل ديال المدرسه، فقط ايميل كيف ما كان جيميل، هوتميل، اوتلوك، لايف، اللي كان ما كانش تدخلوا به عادي. اوكي سيبوزو اننا دابا كرينا الكونت ديالنا ودخلنا ليه، كيفاش اننا نقدروا نتيليشارجيو شي موديل؟ الطريقه سهله، كتكتب هنا سمية الموديل اللي بغيتي. باغ اكزومبل نقدروا نقولوا انا بغيت بريك، واللي كتعني الفران اون اون انغلي. غنديروا بريك هيدروليك، غنديروا سيرش ونشوفوا اي فاندر سيرش نشوفوا، وكيطلعوا لنا يعني بليزيو ريزولتا، وحنا كنختاروا واحد من هذوك لي ريزولتا. كما كتشوفوا هنا كاين البريك الاول، كاين البريك الثاني، كاين هذا، كاين هذا الثاني. سيبوزون اننا بغينا نشوفوا هذا البوستر. الحاجه اللي مزيانه فهاد السيت هو انك كيعطيك البريفيو فهاد الجهه، يعني كيعطيك كيفاش داير الشكل، تقدر تمانيبيليه، دورو، تغوطيه، المهم داكشي كامل تقدر ديرو. هنا كاين لي فورمات اللي كاينين، كاين بليزيوغ فورما. الى جينا نقلبو راه كاين سوليد ووركس، كاين كاتيا، كاين 3 دي بي دي اف، كاين اسيس، كاين اكروبات، كاين انفيل، بزاف 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 بزاف. كاين حتى لي فورما ستوندار بحال ستيب. دونك سيبوزون حنا بغينا نتيليشارجيو كاتيا، وتقدر تختار لي فيرسيون، ولكن في مجموعة ديال لي فيشير يعني أغلبية عندهم فقط اير 22. دونك إلا عندك اير 21 ولا اير 20 ما تقدرش تقرا عندك، دونك تقدر تشارجيه سي ميو بستيب. ولكن بالنسبة لي أنا خدام ب اير 2017، دونك ماشي مشكل عندي، تقدر تشارجيه. اوكي دونك هاد ريمايند مي تو ريت، تقدر تخليها، تقدر تحيدها. الا حيدتيها ما غاديش يصير لك نوتيفيكاسيون باش دير ريتين، يعني باش تعطي الراي ديالك، سينو خليها. بالنسبه لي انا دي مره كنخليها مره كنحيدها، على حسب هاد المره هادي غادي نحيدها. غنديرو داونلود، كتطلع عندنا في هاد الصغيره، من بعد كيور انت كنا ليا كيجينيرا، تكليكي فيه وتقدر تشارجي الفيشي ديالك. غنصبر واحد شويه بعد ما كيتجينيرا هاد اللي هي كتكليكي فيه، وكيطلع هاد الفونت ديال تيليشارجمون. اوكي وكيتيليشارج. كنتمنى تكون هاد السيت ينفعكم في بزاف ديال لي بروجي ديالكم، سواء في ليكول او لا في الخدمه. و ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم اللي يقدروا يكونوا في حاجه ليه، وتابوناو، ديروا جيم، كومونتيو لتحت وسولوني يعني شنو بغيتو يكون في الفيديو اللي جاي، واش بغيتو بزاف ديال لي سيت اولا بزاف ديال لوجيسيال اولا بزاف ديال لي توتوريال في كاتيا اولا في انسا
او لا في ناستخون باترون، وكنتمنى ان نبقاو في التواصل ديما، وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. إذا كانت هذه أول مرة كتشاهد فيها الفيديوهات ديالي، ما تنساش أنك تشترك في القناة. عجبك الفيديو ما تنساش من اللايك والتعليق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، سناب شات، وانستغرام. أشكركم على حسن التتبع وإلى اللقاء.